الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لأعزائي التلاميذ. إذن اليوم أول حصة من فصل جديد يتعلق الأمر بالمستقيم في المستوى، دراسة تحليلية. إذن لا دروات دون لو بلون إتيود أناليتيك. إذن الحصة الأولى غادي نبداوها باستقامية متجهتين طبعا في المستوى ممعلى. إذن غادي نقرا لكم التمرين. إذن عندنا un plan muni de repères autonomes ou IJ. On considère les points de coordonnées A 1-8, B 11-7, C 5-1, D 7-2. Montrez que les vecteurs A, B, C, D sont collinéaires. إذن جرات العادة أننا في الحصة اللي دازت ديال la projection dans le plan ou là la géométrie vectorielle. استعملنا علاقة شارل باش كنثبتو لا كوليناريتي ديال دو فيكتور A, B, C, D، يعني واحد مكتوب اون فونكسيون دو لوتر. إذا هنا غادي نحاولو نديرهم بطريقتين، طريقة ديال هاد الاستعمال اللي رانا عليه والطريقة ديال لو ديتيرمينو. إذا غادي نحاولو نذكركم ببعض القواعد تتعلق باستقامية متجهتين. Donc, en général, deux vecteurs non nuls U et V sont collinéaires signifie qu'ils sont de même direction, c'est-à-dire qu'il existe un nombre réel K tel que U est égal à KV. D'accord ? Il y a une même direction, mais on a le hamilain ديال U et V متوازيين. بالنسبة لاستعمال إذا كان عندنا un plan muni de repères هذه الحالة هذه غادي نستعملوا لي كوردوني. D'accord ? لهذا غادي نسميوه هنا l'étude analytique. Dire que UV sont collinéaires revient à dire que les coordonnées des deux vecteurs sont proportionnelles, soit xy prime moins yx prime. لاحظوا هنا xy prime هذه. إذا غادي نستعمل شي مرور آخر. إذا x fois y prime moins yx prime. YX prime. Donc, la différence, ou l'expression, qu'est-ce que c'est le déterminant de UV, vecteur UV. L'IANA, notez-vous, c'est ce qu'il y a, X, Y, X prime, Y prime, ou quelque dire X, Y prime, qui m'a rappelé que c'est moins, yani hada, fada, moins, hada, fada, moins Y, X prime. Donc, هنا في هذه الحالة كيكون إذا كان لو ديتيرمينون إيتي إي نول ألور أون دي كو لي دو فيكتور سون كولونيير. إذا كان هذه محددة، محددة متجهتين إذا كانت منعدمة، فالمتجهتان مستقيمتان. إذا عندنا جوج ديال الحالات هذه وهذه غادي نحاولوا نديروهم جوج ديال الطرق. إذا غادي نمشيو نحسبوا لي كوردوني ديال لو فيكتور أ بي. إذا لو فيكتور أ بي ملي كنحسبوا لي كوردوني ديالو كنديروا هكذا إكس بي موان إكس أ. هنا YB موان YA. دونك نرجعو هنا للمعطيات. A عندي 1-8 و B 11-7. إذا نديرو XB موان XA دونك 11-1 و كوم أوردوني عندنا 7-8. 7-1 صافي بلوس 7+8. دونك هنا شنو غيتعطيني؟ غيتعطيني 10-15. Donc les composantes, les coordonnées ديال le vecteur AB هما 10-15. غادي نمشي نحسب لي كوردوني ديال CD. إذا CD نمشي هنا غادي ندير XD موان XC وهنا كوموردوني YD موان YC. دونك هنا نمشي للمعطيات DC. دونك XC موان XD موان XC صافي 7-5. 7-5 ou comme ordonnée 2-. 2-, c'est tout le plus. 2+1. Donc, on va atteindre là 2-3. Il y a des coordonnées de AB ou les coordonnées de CD. On va dire, chouf, ou est-ce qu'il y a une liaison ben had, ou est-ce qu'il y a une kidin ktib, chi alaka, bin had les coordonnées ou had les coordonnées. Ou est-ce qu'il y a une kidin lka, had ka, li hadarna ali hahna.
إذا لاحظوا هنا إلا ضربنا هنا 5 في 2 تعطينا 10، 5 في 3 15. دونك هنا غادي نلاحظ أو رمارك كو 5 فوا لي كوردوني ديال سي دي كيعطيوني لي كوردوني ديال أبي. دونك هنا رانا في هاد الآخر هنا دير كو أو في سون كولينيير، سيتادير إلي إكزيست أن بتي كا أن كا ريال، إلي إكزيست أن كا ريال تل كو أو إيكال كا في. دونك هنا هاد ريال هو 5، دونك هنا إل إكزيست أن كا لي هو 5 فوا لي كوردوني ديال سي دي كيعطيني لي كوردوني ديال أبي. دونك هنا نقول بأن أبي لي فيكتور أبي إي سي دي sont collinéaires, sont collinéaires. D'accord. هذا باستعمال هذه القاعده. دابا غادي نمشيو نستعملوا لو ديتيرمينون. دونك هنا شنو غادي ندير؟ غادي نحسب لو ديتيرمينون. ديتيرمينون ديال ا بي اي سي دي لي دو فيكتور اي تيغا كندير لوكي بهذا الشكل. اذا لي كوردوني ديال ا بي هما هادو 10 هنا 15 و لي كوردوني ديال سي دي هو 2 3. ونشوف هنا 10 فوا 3، اذا غادي نطبق هذه القاعده هنا 10 غادي يعطيني 10 فوا 3 موان 15 فوا 2، اذا غادي يعطيني 30 موان 30 غادي يعطيني 0. دونك لو ديتيرمينون ديال ا بي اي سي دي اي نول. دو هنا شنو غادي نقول؟ طبقا لهاد البروبريتي غادي نقول لي دو فيكتور ا بي سي دي سون كولينيير. دونك عندي جوج ديال الطرق، اما نستعمل الاولى او الثانيه. اذا اعزائي التلاميذ نتمنى ان يكون فقت في هذه الحصه، نتلاقاو في حصه اخرى ان شاء الله، دائما في اطار استقامه متجهتين والفصل ديال المستقيم في المستوى. يلا تحياتي الى اللقاء.